انا عايز افكركم دلوقتي ان الثمن ده اللي ابنائنا دول دفعوه واللي انتوا قدمتوه واحنا مش هنقدر نعوضكم عليه. اللي هيعوضكم عليه ربنا، ربنا وحده سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض اسر الشهداء والام بالذات. ربنا يبارك ويبارك فيكم. فانا بس عايز اقول لكم على حاجه، احنا النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، الثمن ده، الثمن ده اللي دفعوه ابنائنا على مدى تقريبا 8 سنين او 9 سنين، الحمد لله رب العالمين.